نعم، صباح اليوم دكتور، حدثت اشتباكات في المناطق السودانية، ما هي الرسائل التي يتم إيصالها سواء من الجيش أو من قوات الدعم السريع في الساعات الأخيرة قبل بدء هذه الهدنة؟ واضح أنه القوات المسلحة تسابق الزمن حسب البيانات وحسب الإحصاءات التي تصدر منهم، أن هنالك أعداد قليلة ومحصورة موجودة في الخرطوم، ويمكن بخلال الساعات المتبقية أن يتم السيطرة على معظم هذه القوات. في المقابل قوات الدعم السريع تريد بأي شكل من الأشكال إنها يعني تسجل ولو وجود إعلامي، وأصدق القول وأنا متابع تماما، يعني منذ البارحة كانت هناك كمية من المحاولات للاستيلاء على مطار القاعدة الجوية في وادي سيدنا بواسطة قوات التمرد، وتمت ثلاثة محاولات متكررة، وفي ثلاثة محاولات يتم التعامل مع هذه القوات بتعامل يعني يحدث أضرار بليغة في هذه القوة، لكن مع ذلك تتم المحاولات، وما زالت المحاولات جارية، فهي يعني تريد أن تسجل ويعني على الأقل نصر إعلامي، وبالذات ما يتعلق بالقناة ولو للمطار ولو لساعات يعني للقاعدة الجوية في وادي سيدنا، ويتم منها شو إعلامي. لكن بفتكر أن القوات المسلحة أطرت هذه المسألة تماما، وتمت هذه المسألة يعني في البداية كان بهجوم بالهاون، ثاني هجوم بواسطة مراكب من شرق القاعدة بشرق النيل أو شرق البحر، وهكذا محاولات متكررة باستمرار، لكنها في النهاية كلها لم تنجح. نعم نعم، إذن حسب كلامك دكتور